أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت ويميت ويحيي، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام محمد وعلى أهل بيته الطيب طيبين الطاهرين الكرام. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك وترحم وتحنن على محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وعلى علي ومحمد وجعفر وموسى وعلى علي ومحمد وعلي والحسن وعلى الحجة بن الحسن القائم المهدي، عجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه. هؤلاء هم أئمتي وسادتي وقادتي، بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. أسعد الله أيامنا وأيامكم في ذكرى ولادة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. نتقدم إلى ساحة قدس سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة ولادة جده عليها السلام، جدته عليها السلام، سائلنا المولى أن يحشرنا معهم في أعلى عليين. هذا الدعاء، هذه الصلوات هي مروية عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهي صحيحة. وهذه العبارة في هذه الصلوات، اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها، يعني التركيز فيها كان على السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، و جعلت محوراً، جعلت قطباً بين هذه الأنوار العظيمة. فمنها نصل إلى الصلوات على أبيها وعلى بعلها وعلى بنيها عليهم أفضل الصلوات والسلام. فأي شأن لها صلوات الله وسلامه، أي عظمة لها، كيف وصلت إلى هذه المرحلة التي جعلت محوراً وقطباً بين المعصومين صلوات الله وسلامه عليه. ما هي هذه المرتبة التي جعلت فيها سراً خاصاً تميزت به نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالصلاة عليها، بالصلاة أثناء الصلاة عليها بذكره؟ ما هو هذا السر؟ هو سر فلن نستطيع الوصول إليه طبعا، ولكن جعل فيها هذا السر. هل نستطيع أن نعرفها؟ لا. أخبرنا الإمام صلوات الله وسلامه عليه أن الخلق فطموا عن معرفتها. هذا لا يعني أننا لا نسعى للنيل من شذراتها صلوات الله وسلامه عليها والتعرف على ما أمكن، هذا لا يعني أننا نبتعد عنها، بل هذا يقتضي أن نسعى للاقتراب منها بكل ما نستطيع من سعي للاقتراب. بطبيعة الحال هذه صلوات الله وسلامه عليها التي كانت صديقة شهيدة، يعني حالة الصدق، وقد تكلمنا عن الصدق والكذب، حالة الصدق فيها مؤكدة. فإذا أخذناها قدوة لنا فعلينا أن نقتضي بهذا الجانب أيضا. كانت فاقت جميع البشر في هذه الناحية إلا طبعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان هو الأول في كل الكمالات، وكل الأئمة المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم كذلك. هي معصومة؟ نعم معصومة
بالأدلة المتعددة النقلية يكفي منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها، حيث أن العصمة لا أحتاج إليها. العصمة إذا كان الله، إذا كان الإنسان يرضى لرضا الله ويغضب لغضب الله وهذا ديدنه في كل شيء، هذا يوصل إلى العصمة. هذا يعني العصمة يكفي فيها هذا المعنى. أما هذه فمرتبة أعظم من العصمة كما يشير الشيخ الوحيد في بعض كلامه، وكما لا ريب في ذلك. الله سبحانه وتعالى يرضى لرضاه، هناك مقاييس أخرى. هذه يا إخوان روايات، هذا من الأمور الملفتة للنظر أن الروايات التي تتكلم على عظم شأن السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها موجودة عند أهل العامة بشكل وافر وصحيح، وبعض الأحاديث لا يختلف على صحتها، وكلها بهكذا مستويات، بهكذا الشأن. مو أنه مدح عادي بحديث صحيح عند أهل العامة، لا، هكذا مراتب عظمى هي مروية بأحاديث صحيحة عند أهل العامة. ومع ذلك كيف تعاطوا مع السيدة الزهراء وكيف تعاطوا مع نساء الأخريات وهن يعترفن بفضلها صلوات الله وسلامه عليه. تقول عائشة بسند صحيح أيضا: ما رأيت أحد أصدق من فاطمة إلا الذي ولدها. هذا أخرجه الحاكم في المستدرك. وأيضا عن عبد الله بن زبير عنها أنها كانت إذا ذكرت فاطمة، مو مرة واحدة، أكثر من مرة يعني، بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالت: ما رأيت أحدا كان أصدق لهجة منها إلا أن يكون الذي ولدها. وهذا صحيح عند مسلم. حسن، إذا كانت بهذا الصدق الذي لا يختلف عليه اثنين ويعترف به الخاصة والعامة، كيف صح أن لا يقبل قولها؟ كيف رد قولها ودعواها بشأن فتك؟ كيف التي يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها؟ إذا غضبت على أحد يبقى هذا الأحد محترم ومقدر ومتبع، ويصبح هذا الأحد من انتقده، من اعترض عليه، من لم يواله يصبح منبوذا ولعله كافرا مع الله. كيف أصبح بأي ميزان؟ إذا كان علماء المخالفين يقولون هذا ويعترفون بفضل السيدة الزهراء ويعترفون بأنها كانت ماتت غاضبة بصحاحهم، ماتت واجدة عليهما وغاضبة عليهما، والوهم حرين، اللي يريد يوالي يوالي، ولكن لماذا تلومون من لم يوالي من غضبت عليه الزهراء؟ اتركوه وشأنه على الأقل، لا تكثروه، لا تحاربوه، اتركوه مع دينه الذي يمتلك عليه الدليل القوي الواضح الصريح المعترف به عند الفريقين. احترم رأيه. وهذا من المفارقات المؤسفة فعلا في الواقع الإسلامي. وأيضا أمر آخر من الأدلة على عصمتها وعلى عظم شأنها، ومن اللطيف أيضا أن يذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند الفريقين
قال خرج يوما وقد أخذ بيد فاطمة، أخذ بيدها صلوات الله وسلامه عليه. هنا في مقتضر الخروج، في مقتضر البيان، بيان عظمتها مع كل ما بين النبي حصل ما حصل. نعم، قال وقال من عرف هذه فقد عرفها، ومن لم يعرفها فهي فاطمة بنت محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وهي بضعة مني، وهي قلبي الذي بين جنبي، فمن آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. يدخل النبي، يبين النبي، يركز في النفس. لا تعرف النبي ماسك يد من يعني؟ ماسك يد فاطمة، ولكن يريد أن يلفت الأنظار ويؤكد على أنه يريد أن يبين بيانا هاما بشأن هذه الشخصية العظيمة. فيقول من عرفها فقد عرفها، يعرفها للتأكيد، ومن لم يعرفها فهي فاطمة. ثم يدخل إلى قلوبهم من خلال احترامهم وحبهم لا هي بضعة مني، ثم يترقى بل هي قلبي الذي بين جنبي. وماذا في جوانب النبي غير العلم والحلم والمعرفة والتقوى؟ ماذا بين جوانب النبي غير العظمة والقرب إلى الله سبحانه وتعالى؟ هي بين هذه الجوانب قلبه الذي ينبض، هكذا يعبر عنها، ولا يترك مجالا للتشكيك. من آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. كما رفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يد أمير المؤمنين يوم الغدير ليعبر بشكل واضح وصريح لا لبس فيه، من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حالتين شبيهتين بعضهما البعض، فماذا فعل في فاطمة؟ وماذا فعل مع علي؟ يتوقف الكلام وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وأسأله تعالى أن يعفو عنا ويغفر لنا ويرحمنا ويتوب علينا، إنه نعم المولى ونعم النصير. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، تابع لهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.